ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن مدام عزير ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، ومفيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب تبين له إيه هنا لما تقرأ القرآن؟ فلما تبين له ماذا؟ ما لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه، قال إن الله على أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. هذه مسألة تفسر لنا شيء في العلم الحديث بيقولوا عليه شيء اسمه تعليق الحياة. معنى تعليق الحياة زي بعض مثلا الثعابين تعمل بيات شتوي والضفادع معنى بيات شتوي تنكمش في الشتاء في ذاتها ولا تبدي حركة، فتظل إلى أن يذهب الشتاء. مدة لبسها الشتاء ده البيات الشتوي لا يحتسب من عمرها، لأن ليست فيها عملية أيض، فيقال إن دي تعليق الإيه؟ تعليق الحياة. ومعنى تعليق الحياة أننا لو استطعنا أن نأتي بإنسان لنعلق حياته وندخله تلاجة ولا أي حاجة وندخله، وبعد ذلك نفرض أنه هيقعد مثلا 20-30 سنة وبعدين نفك عنه، يبقى سنه كما دخلها. اسم الحياة إيه؟ معلقة. اسمها الحياة حياة معلقة. ودي اللي بنفسر بها مسألة أهل الكهف. ما هم برضو أهل الكهف برضو قالوا كم لبسهم؟ قالوا لبسنا ايه؟ برضو لم يروا شيئا قد تغير فيهم، مش كده؟ وبعدين ربنا قال ولبسوا في كهفهم 300 ايه؟ سنين. وازدادوا ايه؟ وازدادوا 9، يبقى 300 سنة و9، وهم يقولوا يوم او بعض ايه؟ يبقى معنى ذلك انهم لما ناموا هذه النومة استيقظوا على حالتهم التي كانت لهم ولا لا؟ على حال، يبقى علقت الايه؟ اسمها علقت الايه؟ الحياه.